السلام عليكم، سأقدم لكم وصفة طبيعية تعمل بشكل ممتاز في القضاء على آلام والتهاب المفاصل، كما تقوي العظام وتحميها من خطر الإصابة بالهشاشة. سنحتاج مكونات أولا إلى الكركم، ونقوم في الخطوة الأولى بطحن كمية منه. من فوائد هذه الوصفة أيضا القضاء على الأمراض الفيروسية ورفع مستوى المناعة بشكل ممتاز. نضع ما يقارب ربع ملعقة صغيرة من مطحون الكركم في كوب كبير، ثم نضيف عليه ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. بعدها نضيف الماء المغلي ونخلط المكونات مع بعضها جيدا. وجدير بالذكر أنه يجب عدم تناول الفلفل الأسود بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون أي نوع من الأدوية، والاكتفاء فقط بتناول الكركم مع الماء المغلي أو الحليب المغلي، ويفضل تناول هذا المشروب مساء قبل الذهاب إلى النوم بساعة على الأقل. ونسأل الصحة والعافية للجميع، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك والاشتراك في القناة وكذلك الضغط على الجرس لتصلكم منشوراتنا فور تنزيلها. شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء.